السلام عليكم ومرحبا بالكل، والله انكم اساطير. وصلنا 70,000 مشترك، كنت اتمنى ان نوصل ل 75,000 قبل نهاية السنة، بس هالشي طلع مرة بسيط بالنسبة لكم ولدعمكم الخرافي. افتكنا من لعنة جوردن، وفي الاسبوع الماضي نشرت لكم مقطع فيه جزء نقدر نتدرب فيه على الايم في طور الكرياتيف، وهالمرة جبت لكم نفس الشيء ولكن للاديت او التعديل على البناء. جبت لكم اكثر من جزيرة بس راح اعرض لكم اثنين، وراح اكتب لكم ارقام واكواد الجزر في الكومنت المثبت او في الوصف، وخليكم مع المقطع. في البداية عشان تدخل لأي جزيرة لازم تروح لطور الكرياتيف واختار أي وحدة من الرفتات الأربعة، قرب منهم واضغط على زر الاستخدام، وبيطلب منك تكتب كود أو رقم، ونفس ما قلت لكم راح تلاقوا الأرقام إما في الوصف أو في الكومنت الأول. اكتب رقم الجزيرة اللي تريدها وراح تطلع لك واختارها، استنى شوي وراح يوديك للجزيرة على طول. ثاني شيء لازم تفتح القائمة اللي عندك وتسوي ستارت جيم، لازم هالشيء في أي جزيرة تروح لها لازم تسوي ستارت جيم عشان تقدر تعدل أو تكسر أو تبدأ اللعبة. طبعا بنجي للاسف خربان، فهالمرة اللي بشرح لكم الجزر هم المحترفين اللي سووها بالاساس، ومعنا الجزيرة الاولى من المحترف كاندوك، وشوفوا كيف تقدروا تعدوا منها. الجزيرة كانت بجد مجنونة، والحلو فيها انك راح تستخدم معظم انواع الادت، صراحة من افضل الجزر اللي ادرب عليها، وطبعا مو شرط انكم تخلصوها بالتوقيت الخرافي اللي يسووه المحترفين، اهم شيء انك تتدرب على الادت وتعرف الاساسيات. ومعنا في رقم 2 جزيرة المحترف مارتوز، اللاعب هذا كثير ذكي وهالمرة صمم لنا جزيرة قوية تجمع بين الادت وبين الايم والبناء ومهارات تحتاجها في اللعبة، وخليكم مع الطريقة اللي تعدوا فيها الجزيرة. you
هذا مقطعنا اليوم والجزء مرة خرافية، وراح اكتب لكم اكثر في الوصف. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة، وطبعا كود متجر الاساطير كود سيراي تقدر تستخدمه عندك في المتجر في الزاوية اليمين تحت، ولم تشتري اي شيء فانت كده تدعم القناة بدون اي تكلف عليك. وشكرا للي استخدموا كودي، تستاهلوا سكار، واشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة. والجو جميل هذا اليوم وفراشات قد قالت هذا فضل الصيف.